خبز العدس، نقع 1 كوب من العدس لمدة ساعتين، بعد ساعتين متخلص من الماء وبنوضع كوب ماء نظيف، بنطحن مكونات جيد، بنوضع بصحن 2 معلقة كبيرة من الخل، معلقة صغيرة من كربونات الصودا وقليل من الملح، بنوضعهم بالخلاط ونطحنهم مع بعض، بنسكبهم على ورق زبدة، ضروري ورق الزبدة، حمل الفرن مسبقا على أعلى شيء من أعلى والأسفل، بنوضعهم بالرف الأوسط، وهيك أصبح جاهز. عندي تقريبا 1000 وصفة صحية، المهتم بالغذاء الصحي يشترك حتى يوصلكم كل جديد. إذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك. مع السلامة.